واحنا بنتكلم عن المومياوات وبنتكلم عن نقلها وبنتكلم عن المتحف المصري الكبير، خليني افكركم يمكن شفنا من شويه دكتور عيسى زيدان وهو بيتكلم عن التشغيل التجريبي لبعض الخدمات وتنظيم واستضافه عدد من الفعاليات والحفلات. كان من بينها حفله يوم الجمعه اللي فاتت للسوبرانو العالميه فاطمه سعيد، وهذا الحفل كان بقياده المايسترو نادر عباسي، واللي بيشرفنا عبر الهاتف مايسترو الكبير نادر عباسي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحفل طبعا يعني هو لسه ما اتذاعش، ولكن شفنا منه اجزاء على مواقع التواصل الاجتماعي. رد الفعل اللي كان موجود في القاعه شكله ايه يا فندم؟ والله انا بقالي يعني اكتر من 30 سنه واكتر بكتير يعني بعمل حفلات كمغني وكعازف وكقائد اوركسترا. من الحفلات اللي كانت مبهرة بتفاعل الجمهور مع البرنامج ومع فاطمة سعيد ومع الأوركسترا، فكانت بجد بجد حفلة مشرفة جدا جدا، وبالذات ان الناس كتيرة كانوا طالعين بيقولوا احنا يعني دمعنا كذا مرة، والجمهور كله وقف للسوبرانو العالمية الشابة فاطمة سعيد، فأنا كنت سعيد جدا جدا يعني تفاعل الجمهور مع الحفلة. أكيد بتتفاجئ بهذا الرد الفعل، يعني برد الفعل للجمهور في وسط ما احنا بنشوف اهتمام الشباب يعني بشكل مختلف من هذا الفن، فنون الموسيقى. بصي حضرتك دلوقتي في نهضة كبيرة جدا حاصلة بقالها شوية، من أنا بقول إن هي من ساعة المومياوات، لأن من ساعة المومياوات فكرة القائد الأوركسترا أو المايسترو أو العازفين الأكاديميين خدوا نجاح كبير جدا، خدوا يعني شعبية كبيرة قوي، من خصوصا الإنسان البسيط المصري اللي هو فجأة حس ان هو منتمي اكتر للبلد، وحس ان في حاجة فجأة حركته وحركت احساسه، وفكرة اللغة المصرية القديمة ان هي تتغنى برضو يعني حركت شعور جديد عند المصريين كلهم، وبالذات اللي انا مبسوط منه عند الانسان البسيط اللي هو بعيد تماما عن هذا النوع من الفن. طيب فدي كانت حاجة يمكن جديدة خالص على مصر وعلينا احنا كمتخصصين في هذا المجال. طيب انا عايز ارجع مع حضرتك لحفلة المتحف اللي كانت من ايام، ونقف عند نقطة تانية. طبعا التفاعل جميل، ولكن دايما كده في حاجات بتبقى مقتطعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اخذ الجزء اللي كانت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد بتستخدم العصاية وبترقص بيها وبدأ يوجه لها انتقاد. حضرتك رأيك ايه في هذا النقد؟ بصي حضرتك، هو يعني احنا عندنا طبعا ناس، كل واحد حر في رأيه طبعا، لكن يعني اللي انا يعني بلوم عليه الناس اللي بتنتقد ان كان لازم يحضروا الحفلة عشان يبقى النقد صحيح، لان النقد ده له اساس يعني له اساسيات ولو منهج. كان ايه حكايتها بقى؟ حفلة يعني دلوقتي انا الحفلة دي فيها اعمال كتيرة جدا عالمية ومن جميع البلاد، طبعا زي ما احنا عارفين المتحف ده هدية مصر للعالم كله، فكان لازم في البرنامج يتحط اعمال من اعمال كتيرة جدا من فرنسا وايطاليا واسبانيا ومصر طبعا، وابتدينا الحفلة بعبد الوهاب، مقطوعة الكرنك وكليوباترا، يعني بص حضرتك برنامج كبير جدا، وهي غنت اغاني من كل اللغات وبينت ثقافه هذه البنت، بينت ثقافتها اللي هي نادره جدا، وطبعا احنا عارفين قد ايه فاطمه سعيد يمكن من الناس القليلين جدا ان هم عاملين مستوى على اعلى مستوى في العالم كله، ومشرفانا طبعا. طبعا اغنيه بقى مصر هي امي، ده كلمه مصر طبعا في ناس بتتضايق اي حد يتكلم عن مصر ويقول تحيا مصر، ولا يقول مصر هي امي، ولا مثلا مصر دي التاريخ والهرم والكرم وال يعني بيتضايقوا، ففي نوع يعني ما اقدرش الومه، هو بيتنرفز لما بنتكلم عن مصر. فهي الاغنيه طبعا هي مؤثره جدا، ومش قادر اقول لحضرتك قد ايه في الحفله ناس كتيره جدا كانت متاثره جدا بالذات بالاغنيه دي، ويمكن الاغنيه الوحيده اللي الناس كلها وقفوا لفاطمة سعيد في الحفلة.
ان هي تستخدم العصاية. انا مش فاهم دي مضايقة الناس ليه، لان انا عملت مثلا افتتاح الكباش كان كله رأس. ليه؟ لان ده احتفال بعيد يا مصري قديم من 4000 سنة. الاحتفال ده كله محطوط على المعابد، يعني كل الرسومات بتاعت يعني تفصيليا لهذا الاحتفال في تفاصيل كتيرة جدا، ايه الالات اللي كانت مستخدمة وايه الرأس اللي كان مستخدم. وفكرة العصاية ديت في الاحتفال ده كانت موجودة في كل المعبد الأقصر بالذات، فدي حاجة يعني ده جزء من تراثنا، جزء من تراثنا المصري الاستخدام العصاية في الرأس استخدام. بعدين الأغنية أصلا يعني بتقول يعني ادوني عصاية أرقص رأس مصري، غير ان هي بتتكلم كلام مؤثر جدا عن مصر وجدعنة مصر وكرم مصر والحلوين في مصر، وبتقول ايه دعوة مفتوحة روحوا زوروا مصر وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر. يعني هي الاغنيه ديت بتقولها في العالم كله، يعني هي غنتها مش في مصر على فكره، هي غنتها قبل كده بره وخلت الاوركسترا يقول كلمه مصر مصر مصر. يعني تخيلي قد ايه البنت عندها الحته الوطنيه وبتحب جدا. فلما تقول ادوني عصايا ارقص رقص مصر، عايزين يعني تطلع منديل وتعيط؟ يعني الرقص ده احنا ليه بنستعر منه؟ الرقص التراث بتاعنا مش مفروض ابدا ان احنا يعني نقول ان دي حاجه مش بتاعتنا او حاجه مبتذله او لا، ده تراث وخاصه بتاعنا ان هو ده سياقها. اولا ده تراثنا زي ما حضرتك قلت، موروثنا، حاجه مش المفروض ان احنا نستعر منها. اغنيه مبهجه، كل الناس اللي كانت حاضره هذه الحفله بيتكلموا على انه هذا الجزء كان مبهج جدا في الحفل. يعني انا بشكر حضرتك مايسترو الكبير الموسيقار نادر عباسي، دايما بتمتعنا، وبنشكرك كمان على هذه الحفله وبنشكرك على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك، اشكرك، شكرا لحضرتك.